سدد هنا لايتناكي بقي يتفرج على تيرني وهو قادم تيرني وهو يمرر ويتفرج بوكايو ساكا والهدف الاول اولولو رايح بيوم حصه تدريبيه هكذا تمرير استرالي مرمى رمزديل رياض جول يسار الحارس ارون رمزديل جول بقوة حتى اختار الزاوية وسددها بروعة على سادس اهداف رياض بوم على الجهة اليسرى سنشهد نصف ساعة وأكثر صعبة ومثيرة أكيد تهدى من دي بروين لرودريغو رودريغو لكلابورت النزعة الهجومية والرغبة في التهديف كبيرة عند عناصر لا رياض ولا رحيم ولا جندوغان وكان أيمري كلابورت ويش جابوا هذا أيمري كلابورت في هذا المكان سبحان الله في الدقيقة 93 من عمر المباراة